ناخذ هذا الجمع مرات من نجي نجمع الكلمه تتغير بها شغلات، مثلا هاي child children chai chi children chai chi children. فهاي الاي اللي هي هاي مو لفظ اي chai، من اجي اجمعها اضيف له مقطع رن واجمعها اصير اولاد. الاي هنا راح تصير مو اي اي، تصير اي شي شي لدرن. نانا طبعا هنا ناسين بالطباعة ما كاتبين الرن رن تشيلدرن. هنا اول شي نقرا القاعدة، تقول one set of noun مجموعة من الاسماء has as the stem نفس التركيبة of the Bueller نفس تركيبة الجمع المارب ذات different from the stem. يعني اذا هي stemها بالسنجولر راح يختلف الستيم مالها بالجمع. الستيم مالها يعني هاي الاصلي المقطع الاصلي the morpheme curve for example على سبيل المثال اذا اريد اجمع has curve as the singular هي curve بالمفرد. شوفيها A E A هتنقري A curve of the singular بالمفرد، لكن من أرد أجمعها أقول curves. شنو اللي تغير بالكلمة curves؟ راح يقول لك in the Bueller انقلبت الاف إلى V. in the Bueller المورف انقلبت الاف إلى V. هسا راح أنطيك إياها هي هاي curve. شوفين الاف هنا كوف بالمفرد، من جد ضفت لها اي اس كجمع شنو اللي انقلب بها؟ انقلب الاف الى في كيلفز 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 هاي الفي، لكن بالمفرد بالسنجولار كالف كالف الاف كالف كالف كالف. فهنا الرسم الصوتي هذا بالبداية الرسم الصوتي مال هذا، وهذا اللي وراء الرسم الصوتي مال هذا الجمع. فبالجمع شنو اللي اختلف؟ فقط الاف، تغيير واحد فقط الاف انقلبت الى في. نجي على تغيير ثاني هي child chai، اجي ارسمها صوتي، اجي ارسم child رسم صوتي. شوفوا child هسه ارسمي ليها مثل ما انت تلفظي ال هذا الرسم الصوتي مال ش اللي هو هذا الرسم الصوتي تشا الفضي واكتبي تشاي تشاي اوت اوت صحيح الرسم الصوتي مال تشايلد اي هاي تشايلد هاي الرسم الصوتي هاي الرسم الصوتي مال هاي. عندك على طريقه شلون ترسمين، اول شيء ارسمي هاي ورسمها الصوتي وبعدين ارسم يمها الجمع وهنا ايضا رسم الصوتي عمود مدوخين. هسه هاي الجمع اجي من اضيف اسوي اكتبها children، هنا انا child يعني ولد واحد، children يعني اولاد، children اولاد ضفت لها مقطع ان رن انجمعت. نجي ارسمها رسم صوتي شنو راح يختلف؟ انتبهي الفضيها chill chill chill. شوفي هذا الرسم الصوتي ش الاي صارت هيك اي chill نان هاي هيك رسمه chill chill. وهنا مقطع رن واحد يرسمه مقطع رن مو رن ر اي شوا اي ان رن وهنا ناقص ايضا. فهاي children رن رن ري اي اي يعني موري موري ري هذا الشوا معناته اي فتحة ري رن تشي رن children children. فهذا رسم صوتي للكلمة. قالت انا اجيب رسوم صوتية فدير بالج.
هنا أنا هذا الشاب، شنو اللي تغير؟ هسه ايش راح تكتبي لي اللي تغير؟ شنو اللي تغير؟ الـ AI اللي هي هاي، شلون المعادلة؟ افهميها. الـ AI تغيرت إلى I اللي هو هذا، من المفرد على الجمع. والتغيير الثاني اللي هو الرن، كانت ما موجودة، بس هو ما حاطها هنا بالكتاب. الرن أنا كتبتها، طلعتها من التمارين، موجودة بالتمارين. فهو هذا كاتب اللي هي AI انقلبت إلى I، وها هي. يقول each of these change، بعض هذه التغييرات morph is example، على سبيل المثال يصير morphono make change، يصير تغيير داخل الحروف العلة، يعني مو بس بالهاي، يعني مثلا ال E تصير I، ال F تصير V. يقول noun in this group and in S، هذه الكلمات منتهية and ان اس و اف و ث، منتهيه باس و اف و ث. فراح نشوف شنو التغييرات اللي طرأن على هذه التغييرات. 3 اكزامبل، عندنا 3 امثله. اولا الهاوس، منزل، من اجي اضيف لها الاي اس الجمع صارت هاوسز، هاوسز. لكن انا شلون اقريها؟ هاو سيز، سي سي، هاو هاو. هاي اليو بالرسم الصوتي ينقلب دبليو، لان هي هاو هاو، لان الاو معناته دبليو. السز صار الزز زز، وهذا الاي انقلب شوا، هاوزز هاوزز هاوزز، عرفتي؟ زز. ليش زز؟ لان حرف عله هنا عندي، هنا الاو، هنا قبل حرف علة، وهذا هم قبل حرف علة. القاعدة تقول لي الأس إذا يجي قبل حرف علة يلفظ زيت. قاعدة شو تقول لي؟ الأس إذا يجي قبل حرف العلة يلفظ زيت، والأس إذا يجي قبل حرف علة يلفظ زيت، عرفتي؟ houses زز houses. زين هذا شنو الرسم الصوتي مال الجمع؟ زين المفرد الرسم الصوتي ماله وين؟ هذا house نفسه تقريبا، بس الاس ما تلفظ، هاوس. انا ما لفظ ازت، ظل اس. ليش؟ لان هنا أنا ماكو ورا حرف عله بس قبله، ماكو ورا حرف عله بس قبله. العفو انا عكستها، والاس اذا يجي ورا حرف عله يلفظ اس مو قبله، يعني انا هذا مو قبل حرف عله لفظ اس، بقى اس لازم مرة حرف العلة يلفظ زيت، زي زز زز. هنا عندنا هسه لازم نحل الرسم الصوتي مال كلمة هاوس. راح اعلم ان شاء الله طريقة عفوك من هذا الدوخش، راح اعلم ان شاء الله طريقة اسهل ترسمين الرسم الصوتي بها. عمود ما تدوخش، هاي راح تدوخش وما تفهمين. هاوس اول شيء ارسم قدامها رسمها الصوتي، عمود لا تتخربطين. هاو هي نفسها بس تشيلين الاي، هنا ما تغير كل شيء. عندي هنا هاوسز المنازل، هاوسز سز، ضفتي لها بس تقريبا اس، هي بها اي. رسمها الصوتي مو اسهل لك ما تدوخين؟ هاو هاو، رسمها الصوتي هاو. زز زز، الاي تقلب الشوا والاس تقلب زت، هاوزز هاوزز. راح اكتب لك هسه التغيير شنو صار، شنو صار التغيير؟ كاتبين بهاوسز، سووا المعادله، الاس انقلبت الى زت زائدا التغيير الثاني الاي انقلبت الى شوا، والاس انقلبت اللي هي هاي، دي يفسر لك هاي، انقلبت الى زت الاس، والاي انقلبت الى شوا، عرفتي؟ هسه راح اسوي لك المعادله. هنا أنا المعادله قلنا الاس انقلبت لا زت زت، والاي اس انقلبا الى شنو؟ هنا أنا اكتبي زائدا، يعني التغيير الثاني زائدا. بعدين انت تجي تكتبي، ليش تكتبي الناقص؟ لان هاي ناقص الكلمه اللي قبلها،
مثلا الاي اس صارت الشوال اي وهاي زد. ها شنو الناقص عنها؟ اكو كلمه قدامها، عرفتي هسه؟